أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا مثل ما بتعرفوا اليوم ضيفنا الرائع أمير البحث شجاع البغدادي. العصر خلينا نرحب فيه. عجيب، أهلا وسهلا فيك أخي رياض. هذا من لطفك ومن ذوقك حبيبي أنت جان، وأهلا وسهلا بك وبجمهورك الطيب. أهلا بكم جميعا، شكرا. أظن بعض أصدقائك راح يعني مثل ما بقولوا دوختهم. شو رأيك الملحد شجاع البغدادي؟ يعني ملحد يا عمي، ملحد بالاصل، حتى النخاع احنا مهما حاولنا ولفينا وهاي كلها يسموها لف ودوران، تلف 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 تي 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 مثل ما ريحتي، يطلع بالاخر لا الله ولا بطيخ ولا رب ولا كيس فجل، ترجع ملحد مثل ما انت. العقل حبيبي هيك، العقل المصري يقول لك ملحد يا اخي. حبيبي حبيبي شجاع، حبيبي شجاع، بصراحة أنت رائع رائع. العفو، أنا فخور جدا إنه تعرفت على شخص مثلك وعندي أنا صديق. الأكبر حبيبي، أنا الأكبر، إلي الشرف، إلي الشرف حبيبي، أنت تسلم على راسي. رياض، يعني من شوي سمعنا هالأخبار هي التعيسة للأسف الشديد اللي جاي من بغداد، وهلا الناس اللي تقتلت. يعني ما بعرف شو، إذا في عندك كلمة بهالموضوع هذا تقدر تحكي. بصراحة أنا يعني ما بعرف شو أحكي، يعني كل عزائنا لأهالي الضحايا هاي، وللأسف الشديد الإرهاب الإسلامي القذر هذا توغل. يعني يعني ما اعرف هم مسلمين ولا من اي كوكب، هم على اساس العيد، عيد الفطر على الابواب، ما مش فاهم هذا التوقيت اللي زي الزفت، ندل على شيء يدل على انهم فعلا معتوهين. ما عندهم جزمة هنا، يعني بدل ما يكون في عقل في جزمة. لكن احنا مهما حاولنا ان نواسي اقارب الضحايا ما راح يكفي صراحة. لكن ارجو من اقارب الضحايا انه ما يقعد يقول استغفر الله وهذا قضاء الله وقدره. اريدك بس يا حبيبي، احنا كلنا فقدنا، يعني انت فقدت واحنا كمان فقدنا، احنا كلنا بالهوى سوا. فوجع المراره اللي موجوده في القلب وصدرك المنقبض، احنا كلنا نشعر مثلك مثل ما تشعر تماما، وهي مثل السكاكين في الصدر. لكن هنا عاد الاخ اللي فجر نفسه الى 60 دهيه، هذا يطبق الإسلام بحذافيره. لازم تذكرون نفسكم أنهم يطبقون الإسلام بحذافيره. إذن it's a wake up call، هذه يسموها wake up call، حان يعني رن جرس الإنذار. أفيقوا من سباتكم، اعرفوا ما هو الإسلام، هذه هي ثمار، كما قال أحدهم من ثمارهم تعرفونهم. wake up، وتعزياتي، يعني هذا حالنا وهاي ظروفنا، ورح تستمر هكذا إلى أن يتطور شوية الإنسان، يبدأ يستخدم مخه ويبتعد عن الخرافات. ويعني هذا نفس الكلام اللي احنا دائما نرددها ونقوله يا أخي جان، ولا شو رأيك؟ يعني بالضبط بالضبط، يعني مثل ما بقولوا هذا ويك اب كول. يعني للأسف الشديد يعني صار مليون ألف ويك اب كول، وشعوبنا يعني منغمسة بهالانحطاط هذا، بهالفكر، الثقافة اللي ما عم نشوف وراها غير الدمار والقتل والخراب. يعني للأسف الشديد، يعني مثل ما قال الأخ رياض، يعني استيقظوا استيقظوا، يعني كفانا سباتا بهالانحطاط هذا، وعم نذبح بعضنا كل يوم، كل يوم قتل، كل يوم تفجيرات، كل يوم تفجيرات، وكل تفجير وراء الله أكبر. يعني كل تفجير قبل ما يصير التفجير يصيح الله أكبر الله أكبر. هل أكبر هذا صار؟ يعني شو سبب العالم؟ يعني فكروا شوي يا جماعة، فكروا شوي. صحيح، للأسف الشديد، للأسف الشديد. طيب أخي رياض، يعني نبدأ حلقتنا، خلينا نرجع على مسألة تطور الإنسان. شو رأيك إن نبدأ من الهجرة الأولى، خلينا نقول من شمال شرق أفريقيا، هو القرن الأفريقي، يعني حاليا أثيوبيا وهالمناطق هاي. خلينا نبدأ، إمتى بلشت هالهجرات؟ ليش بلشت؟ كيف بلشت؟ وشو هالهجرات هاي، شو أفادت البشرية؟ خلينا نقول، تفضل. سؤال ممتاز، سؤال جيد جدا، لكن نذكر الأعزاء المشاهدين أن هذه فرضيات لا زالت، ولو أن هنالك شبه إجماع، العدد الغالبية من الدارسين الأنثروبولوجيا وتاريخ الإنسان
يصوتون فوتينج على أنه من الأرجح يكون أن الإنسان خرج من أفريقيا. هنالك لا زال قلة وهم أقلية يقول لك يمكن لا في مناطق أخرى يمكن من القارات في آسيا يمكن. بس ما نعرف صراحة، لكن دعنا نقول هي فعلا من أفريقيا، وهي ليست مرحلة واحدة وإنما هي مراحل هجرات. يقولون أن أول هجرة ليس الإنسان الحديث ولكن أسلاف الإنسان اللي يشبهون الإنسان أو شبيه الإنسان، الهومينيد اللي كان يمشي على ساقيه يعني يمشي منتصبا، ربما قبل 2 مليون سنة، قبل 2 مليون سنة، وهو الهومو إركتس. إركتس باللغة اللاتينية يعني المنتصب، كلمة إركتس يعني واقف يعني منتصب. فهذا وبفضل اكتشافات الحفريات، هناك حفريات مكتشفة في اللي هي حاليا الشرق الأوسط وعلى طول السواحل، تشوف أن الهومو إركتس ذكي، لم يتوغل كثيرا إلى داخل القارة وإنما حتى يشوف ويلاقي طريقة يمشي على جنب سواحل البحار وسواحل المياه، لا يبتعد كثيرا نحو الداخل حتى يمكن نافيجيت، يشوف طريقة بشكل أسهل أو أضبط، لأنه إذا دخل إلى نحو الداخل وتعمق ممكن يضيع. فهو لا زال يكتشف، هذا دليل على أنه طالع يكتشف ما هذه الأراضي الجديدة وما هذه البقع الجغرافية. تفضل جان. ما عندي صوت، مش سامعك. أسف كثير، يعني أنا الكمبيوتر شوي عم بيعلق معي، بس بدي أفرجي صورة للأصدقاء اللي هم أركتس هذا، مشان بس تكون عندهم فكرة إنه أظن الصورة صغيرة ما بعرف إذا واضحة هيك. هذا نياندرثال مش أركتس. أوكي سوري. نو بروبلم. الإركتس شبيه جدا بالقرد، يعني لما تطلع على شكله يشبه القرد نوعا ما، بس يقف منتصبا يمشي على رجلين، يعني بالشكل شكله جدا بدائي، دعنا نقول كلمة بدائي، شكله بدائي ويقف منتصبا. وكان سريع الجريان، يعني حسب دراسة التشريح يعتقد أنه كان يجري بسرعة، يعني يركض، يعني مثل ما نقول يركض يجري. ووجدوا له بقايا في كل على طول السواحل في الهند وفي آسيا وفي الشرق الأوسط وطبعا في أفريقيا، الساحل القرن الأفريقي اللي هي حاليا تنزانيا وأثيوبيا والصومال وهاي المناطق. فهذه الهجرة الأولى. وبعدين لا زال هنالك فصائل أخرى من أشباه البشر اللي موجودين في أفريقيا، هؤلاء أيضا تطوروا، وهؤلاء أيضا بالنسبة للإنسان الحديث اللي هم أسلافنا الهومو سيبين، نسميهم التسمية العلمية الهومو سيبين، هذول قبل تقريبا يقال 100,000 سنة ابتدأت الهجرة من أفريقيا، هؤلاء أيضا خرجوا من أفريقيا، وهؤلاء يقال من عدد بسيط جدا خرجوا من أفريقيا بسبب المجاعات وبسبب الظروف القاسية، كانوا يبحثون عن المصادر للتغذية، ربما من حفنة لا تتجاوز 10,000 شخص، يعني هذه البدايات. 10,000 شخص، لو هؤلاء انقرضوا لا أنا وجان وكلنا إحنا مش موجودين اليوم، لكن يعود الفضل إلى هؤلاء الحفنة البسيطة، العدد القليل الذي خرجوا من أفريقيا وتوسعوا. وطبعا ممكن نأخذها يعني step by step، خطوة خطوة، هذه بخصوص الهجرة اللي دائما يعني تقول كيف عرفوا أنه كان في هجرة. هم حسب المستحاثات والمتحجرات والبقايا، هنالك طبعا دارسين ومش مثلي ومثلك، يعني هنالك مختصين ينظرون إلى هذه الآثار، كانوا يبنون بيوتهم أحيانا من عظام الماموث، الماموث اللي هو أسلاف الفيلة ذات الحجم الكبير، وعلى شكل أقواس وعلى شكل خيم، كلها من عظام، هذه البقايا لا زالت موجودة. وطبعا إن كان هنالك فجوة في الجبل أو كهف تشوفه ساكن في داخل الكهف مثلا، وتشوف على طول الساحل، تبدأ الأقدم في أفريقيا والأحدث تدريجيا تشوفها يعني ينتقل إلى الشرق الأوسط، ينتقل إلى آسيا، حتى
أبعاد آسيا الشرقية، يعني آسيا اللي هي حاليا في موجود حتى في الصين حاليا، اكتشفوا عظام الهومو إركتس في الصين وفي بعض الجزر القريبة من أستراليا. فهذا دليل على الهجرة، هذا دليل على الحركة يعني. ومن هذا وطبعا تحدث، لازم تعرف أن هذه يمكن الانتقالية الثانية أخ جان، أن هنالك أنواع كثيرة من الهيومن إيفولوشن اللي هي الهومينيدز، احنا نسمينهم باللغة العلمية هومينيد، أسلاف البشر وأشباه البشر هومينيد. فهناك أنواع كثيرة طبعا. ما أعرف إذا عندك سؤال. طيب هل هالناس اللي طلعت وهاجرت، يعني مثلا طلع نوع واحد خلينا نقول، هل من هالنوع هذا الهوموسوبيان هي اللي طلع مثلا هاجر، طلع منه أنواع تانية وبعدين قرضت، ولا هن نفسهم؟ هو صار اختلاط يعني، أصبح في مجموعة لا زالت موجودة في منطقة شمال أفريقيا، موجودين في اللي هي حاليا ليبيا الجزائر، وفي فئة منها عبرت جبل طارق. وهنا المفاجأة عزيزي المشاهد، أريدك تتخيل نفسك رجعت بالزمن إلى الوراء 100,000 سنة تقريبا، 100,000 سنة إلى الوراء، تقول يعني مش 10,000، يعني احنا نقول البارين 4,000 سنة، أقول لك أكثر، ارجع إلى الوراء، ارجع 10,000، لا أكثر، 50,000 سنة، لا أكثر، أكثر، ارجع 100، ارجع 100,000 سنة إلى الوراء، ما تقدر حتى تتصورها يعني. وأنت الآن في منطقة جغرافية التقاء القارة الأوروبية بالقارة الأفريقية، ويعتقد أن هذه المياه اللي موجودة حاليا اللي تفصل جبل طارق عن المغرب لم تكن موجودة أصلا، كانت متلاحمة، اليابسة هذه كانت متلاحمة. وهذه الآن أنت تدخل إلى أراضي جديدة وفجأة تشوف إنسان بالنظر يشبهك، لكن شكله غريب شوية أعرض منك وشوية أقصر منك، أنت الإنسان الحديث أنت شوية أطول، يعني أنت مثلا طولك المعدل هو 6 أقدام معدل. هذا اللي أمامك الآن اللي شفته في مناطق أوروبية شكله أقصر شوية، 5 أقدام ونصف أو 5 أقدام، لكنه أعرض، ووجهه أكبر من وجهك، ومنخاره مفلطح، وهذه اللي يسموها the brow bridge ناتئة نحو الأمام أكثر، ناتئة أو خارجة نحو الأمام أكثر، مش مثل إحنا وجهنا مسطح، وجهك أنت وجه يعني وجه الإنسان الحديث مسطح. هذا الإنسان اللي التقيت فيه بأوروبا عنده حواجب ثخان وطالعين شوية لبرا، ناتئين إلى الأمام نحو الأمام أكثر، ومنخاره مفلطح ورأسه أكبر وجسمه أعرض، وليست لديه خصر. أنت عندك خصر، هو ما عنده خصر، هو جاي مثل straight flat، وعضلات طبعا قوي جدا. تقول أن هذا يشبهني، لكن شكله غريب يعني. هنا يعني تلاحظ أن هنالك فروق بين أشكال أسلافك وأقربائك وأشكال هؤلاء الذين ولا يتحدثون لغتك ولا يتصرفون مثلك، يعني هم أيضا يرتدون الثياب، الجلود، جلود الحيوانات، يرتدون جيوب ويمسكون بأيديهم بأدوات أو هذا الصيد، الرمح والصخور الحادة والقواطع يمسكون بها، وكأنما هم خارجين إلى الصيد وأنت أيضا خارج إلى الصيد، والتقيتم فجأة وجها لوجه. هذه أحبائي هنا، واحد يتمنى أنه لو كان عنده فيديو كاميرا ها أخ جان ويصور أول فترة التقاء بين فصيلة من البشر مختلفة تماما عن فصيلة أخرى، اللي هي الصورة اللي ورجانا هلا، الصورة اللي حطيتها على الشاشة أخ جان، هم هذول النياندرثال، هؤلاء هم النياندرثال. بالنسبة للي ما يعرف من هم النياندرثال، نياندرثال هي نسبة إلى منطقة في ألمانيا لأول اكتشاف لهذه العظام الغريبة. فلما اكتشفوا عظام النياندرثال في ألمانيا، وهذه هي المنطقة اسمها نياندرثال، المختصين يجدونها الجمجمة تشبه جمجمة الإنسان، ولكن هنالك فروقات، يعني حجم المخ أكبر، يبدو أن حجم المخ كان أكبر قليلا.
فكانوا يشكون انه هذا، هل هذا انسان ام هل هذا قرد ام ما هو بالضبط. وتوالت الاكتشافات رويدا رويدا. اليوم في العلم الحديث اثبتوا ان النياندرثال والانسان الحديث هم مثل الكازنز، او يعني اولاد عم يلتقون في سلف اسمه الهومو ارغاستر، اعتقد هومو ارغاستر. الهومو ارغاستر ايضا من هؤلاء الهومينيدز، ايضا فصيله تختلف عن فصيله الانسان الحديث. هو السلف اللي هو من خلاله طلع برعم الى النياندرثال وبرعم اخر الى الانسان الحديث هكذا. فهم ايضا يعني يشبهك ويشبهني، لكنه ليس انسان مثلي مثله، هو انسان من نوع اخر، هو انسان من فصيله اخرى. تخلي الواحد يفكر يا اخ جان المسلم اللي دائما بيطلع يقول لك اني جاعل في الارض خليفه، يعني خليفه واحد. لكن صدق او لا تصدق، ولمده من 90,000 سنه الى 100,000 سنه كان الانسانين هذول البشرين من النياندرثال ومن الهومو سابين يشاركون المعموره ويتحدون، بل وتم بينهم التزاوج. ما هو الدليل على التزاوج بين الانسان الحديث وبين النياندرثال؟ لما تاخذ عينه من الدي ان اي وتقارنها، بفضل العلم والتكنولوجيا تمكنوا من استخلاص الدي ان اي باعجوبه من هذه العظام القديمه جدا لاخر نياندرثال قبل 40,000 سنه، يعني اخر عظام وجدوها، احدث عظام وجدوها للنياندرثال من منطقه جبل طارق تعود الى 40,000 سنه. لا زال الدي ان اي، شريحات من الدي ان اي لا زالت موجوده، فاخذوها درسوها شافوها تختلف تماما عن الحمض النووي اللي عندنا احنا الانسان الحديث، ولكن هنالك نسبه تطابق 3%. فهذا 3% اللي موجود عندنا معناته انه لابد انه تم هنالك تزاوج بين الانسان الحديث وبين النياندرثال، وهذه ربما تدخل في احدى اسباب انقراض، يقول يعني لانه النياندرثال انقرض وانتهى. فهنالك اسباب راح نتكلم عنها، عندك العصر الجليدي لعب دور، لانه العصر الجليدي غطى كل اوروبا تقريبا، كل اوروبا، وهم كانوا يسكنون في هذه، هم يعني تستطيع ان تقول الاوروبي اصلا نياندرثال. الاوروبي الرجل الابيض اصلا نياندرثال، واحنا اصلنا اكثر من افريقيا واسيا. تفضل جان اذا عندك تعقيب او اذا عندك سؤال على هذا. يعني تقول بعض الاصدقاء انه اصلا من افريقيا سوف يعني ياخذوا على خاطرهم. لازم تتعلم فرنسي. ما هيك انا هلا قلت انه الاندرتال او الانسان عاشوا في حقبه زمنيه تقريبا 100,000 سنه مع بعض. ايه هو اقل من هيك. طيب خلي احكي لنا على الانواع الثانيه اللي ظهرت من الانسان عبر الحقب القبلة، واذا في شيء بعد كمان، يعني يا ريت تحدثنا عن هالانواع هاي كيف تطورت وين وصلت. نعم، هو انواع كثيره، يعني بالنسبه الواحد يتعجب ويستغرب عندما ترى كميه هائله من الفصائل، كلهم يسمون يعني كلهم تسميتهم الهومينيدز. يعني هذه الشجره دعنا نسميها بشجره العائله لا تنتمي الى القرده، لان يعني انت عندك شجره القرده من الجهه الاخرى، او الايبس او ذا جريت ايبس، عندك الموجوده حاليا اليوم الاورانغوتانغ، الشمبانزي، الغوريلا. لكن هذول لهم رغم انه في شبه، يعني في شبه، لكن هذول من شجره اخرى منفصله، واحنا من شجره موجوده ايضا فيها فصائل كثيره من، يعني هم بشر، يعني هم ايضا يطلق عليهم بشر، ولكن فصائل. فعندك فصيله الهومو ارغاستر مثلا، عندك هومو هذول اللي كانوا المعروف بالرجل الصانع، ده بس حد اتذكر اساميهم، هم كثار. عندك الهومو أسترالوبيثيكوس أفرنزيس مثلا، وتتراوح السنوات اللي بيناتهم أحيانا مليون سنة إلى مليونين سنة إلى 3 مليون سنة، يعني هنالك فوارق زمنية. كانت الصناعات اليدوية اللي مفكر أنه هو الإنسان الحديث هو الوحيد اللي استمكن من الصناعة باكتشافه الحجر والقواطع، لا،
هم أيضا كانوا يتمكنون من استخدام الأدوات، الصناعات اليدوية الحجرية، وهذه الفترة الزمنية يسموها مثل اللي احنا لازلنا نقول عليها العصر الحجري، العصر الحجري أو الباليوليثيك باللغة الإنجليزية، الباليوليثيك اللي هي فترة، وحقبة الباليوليثي الأوسط، هناك طبعا حقب وحقبة الباليوليثي العليا، وهذه الأطوار قسمت حسب بعض المصنوعات اليدوية الحجرية الموجودة والمختفية حاليا، في منها مكتشفة. حقبة الباليوليثي هذه للأدوات استمرت 2.5 مليون سنة، فترة طويلة جدا، 2.5 مليون سنة، وحتى قبل 20,000 سنة لا زالت هنالك اكتشافات في أفريقيا تدل على هذه الأدوات. وطبعا المختص يعرف يميز، يقول لك هذا الحجر، أنا وأنت مثلا نشوف حجر نقول حجر وتشبه القاطع، بس ما نعرف نميز. الباحث من خلال الأشكال الهندسية، تعرف كان الرجل القديم يجلس يمسك الصخرة وصخرة ويضرب صخرة على صخرة حتى ينحت، هو قاعد ينحت متعمد يحاول يعمل شكل قاطع مثلث حاد يستخدمه مثل السكينة. هذه الأساليب في الضرب وكانت مدروسة بدقة، مش انه يعني انت مفكر هو بس يعمل هيك ويخبط ومثل ما تيجي تيجي، لا 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 لا، هو كان عارف الخبطة إلها طريقة وإلها زاوية، يعني كأنما دراسة، مش بهالسهل انه ياخذ صخرة ويعمل منها شكل قاطع سكينة حادة حتى يقطع فيها الجلود واللحوم الحيوانات واللي يصطادوها. فمن خلال هذه الأشكال الهندسية ومن خلال دراسة الأحجام المختلفة، الباحث المتخصص يقول لك هذه ربما الهومو إرغاستر، هذه ربما الهومو سيبين، هذه ربما نياندرتال، يعرف يميز، يعرف يقول لك أن هذه من لمين وهذه لمين. المهم، فتستمر هذه الفترة لمدة طويلة جدا، وطبعا في معلومات كثيرة، ما أعرف إذا عندك تعقيب أخ جان. أنا عندي سؤال أخي رياض، يعني حدثنا عن أسباب الانقراض، يعني شو مثلا كلهم بشر، وطبعا الدماغ كان تقريبا يعني قريب على الدماغ البشري، وفي مثل ما قلت الأندرتال هذا كان دماغه أكبر حجما نسبة للإنسان الحالي، شو السبب أنه كل هالأنواع هاي انقرضت؟ ما بقي غير الإنسان الوحيد، يعني لو باقي نوع تاني، يعني مثلا كل هالأنواع هاي باقي نوع واحد أقل شيء مع الإنسان يعني. فضل. وطبعا في البداية الدراسات لا زالت مستمرة، لا يوجد هنالك فرضية واحدة، بل هنالك فرضيات كثيرة وكلها فرضيات عقلانية، دعنا نقول أنها فرضيات عقلانية. المهم أنه مثلا الهومو هابيلس، الهومو هابيلس ترجمتها بالعربي الإنسان الصانع الماهر أو الصانع، وهذا لا نتحدث عن 100,000 سنة ولا نتحدث عن 200، نحن نتحدث عن ملايين السنين، هذا كان موجود قبل 2 مليون سنة، لكنه يشبه الإنسان ويقف منتصبا ويصنع الأدوات. أسباب الانقراض، أنا طبعا شوية قارئ أكثر عن أسباب النياندرثال، لا أعلم كثيرا عن الفصائل الأخرى البشرية اللي كانت موجودة، والمستمع المشاهد ضع في ذهنك أن هذه الفصائل كانت تشترك مع بينها في ذات الزمن وفي ذات الوقت. أنت اليوم تستغرب من هذا الكلام، لأنه أنا وأنت متعودين أنه مهما لفيت العالم راح تشوف إنسان مثلي مثلك، إذا التقيت بإنسان على طول أنت تفكر أنه هو هذا إنسان مثلي، بشر بني آدمي، أنت تقول عليه بني آدمي إيه. لكن في ذلك الأوقات القديمة، الشيء اللي أنا I find it fascinating أنك تلتقي بإنسان وهو من فصيلة أخرى تماما يختلف عنك، مش لأن يعني مش أنه هو أسود من أفريقيا أو أبيض من أوروبا، لا 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 لا، فصيلة مختلفة تماما. فبالنسبة للنياندرثال، النياندرثال يقال أنهم واجهوا فترة مجاعة، وهذه للزحف الجليدي، درجات الحرارة يقول لك تغيرت بشكل سريع جدا، تقلبات
في الطقس والمناخ. هذه تنعكس على الحيوانات اللي موجودة، اللي هو الإنسان النياندرتال يعتمد على هذه الحيوانات حتى يعيش. ثانيا، هو كان عايش بشكل بدائي جدا، فكان هنالك مشكلة الفريسة ومشكلة الطريدة. الكثير من النياندرتال ماتوا بسبب الفرائس. هنالك أنواع من أشباه النمور وأشباه الأسود، سايبر توث، واحد من الحيوانات اللي تشبه اللبوة لكن عندها أسنان خارجة إلى جدا حادة تخرج نحو الخارج. هذه كانت منتشرة في أوروبا، وهذه كانت تفترس أي إنسان تشوف، كانت تفترس الإنسان. الإنسان كان يحاول يدافع عن نفسه بالرمح، وهي كما مو مثل اليوم يعني حديد أو برونز. هذه كلها فترات العصر الحجري اللي كانت عبارة عن حجرة، وهذه الحجرة ممكن تنكسر بسهولة وممكن ما تأذي يعني حيوان قوي مثل الدب أو حيوان قوي مثل النمر. وبعدين عندك التزاوج، لما ظهر الإنسان الحديث، ظهور الإنسان الحديث سبب من أسباب انقراض النياندرتال. يبدو أن الإنسان الحديث كان مستوى الذكاء عنده أعلى درجة من النياندرتال، يعني ممكن أن نقول بالمقارنة النياندرتال شوية أغبى من الإنسان الحديث. الإنسان الحديث متطور شوية أكثر عن النياندرتال. وكان الإنسان الحديث ينتشر في أوروبا على حساب من؟ على حساب النياندرتال. طيب، هو بدون شيء جوعان، هو بدون شيء مش لاقي يأكل. هذه نفس المشكلة اللي موجودة اليوم، لما مثلا دولة مثل ألمانيا أو إنجلترا، طبعا بالمناسبة إنجلترا خرجت من الاتحاد الأوروبي، لما عملوا مقابلة مع الناس، يا جماعة ليش؟ احنا تعبنا من الهجرات والمايجريشن، هذول اللي جايين من دول أخرى يأخذون الشغل، يعني شغلنا راح والموارد الاقتصادية كلها لصالحهم، وإحنا أصحاب البلد فاشوشي. شوف، هذا التاريخ يعيد نفسه، نفس الشيء. الإنسان الحديث انتشر في أوروبا على حساب من؟ على حساب النياندرتال اللي هم السكان الأصليين لأوروبا. لدرجة المجاعة وصلت، يقال لدرجة الكانيباليزم. كانيباليزم يعني يأكلون بعضهم البعض، يعني إنسان يأكل إنسان. ووجدوا شواهد على ذلك. وقس على ذلك أخ جان، يعني رياض في هون، سؤال بيطرح نفسه، يعني الإنسان الإنسان المعاصر الهوموسيبيان، هو دماغه كان أصغر بقليل يعني من دماغ الإنسان الأنترتال. برأيك شو السبب؟ يعني أنا إذا حللت بنفسي طبعاً، وأنا أخذها من علماء عم بيحكوا بهالموضوع هذا، إنه كبر حجم الدماغ، إذا كبر أكثر، مثلاً نحن هلا البشر بهالحجم هذا، إذا كبر أكثر من هيك بصير صعوبة في نقل المعلومات بين خلايا الدماغ ذات نفسها، فبيكون أغبى من الوقت الحالي. يعني الدماغ الحالي للإنسان هو مثل ما بقولوا الشيء الرائع اللي وصلت له الطبيعة، يعني إذا كبر أكثر من هيك راح يكون هباء منصورة، يعني راح يصير أغبى من هيك. فالحجم الحالي هو الحجم الطبيعي، الحجم البرفكت مثل ما بقولوا بالإنجليزي. لا، هو لازال حجم رأس الإنسان يزداد، لم يتوقف بعد. الدليل ماذا؟ دليل دراسات طبية حاليا في مشاكل الولادة وعسر الولادة التي الآن نحو التفاقم والازدياد بسبب اختلاف الحمية الغذائية واختلاف عادات وسلوكيات الإنسان في العصر الحديث. فالإيفولوشن، التطور، يأخذ فترات زمنية طويلة. الإنسان بسبب عقله الآن وممارسته لأشياء لم تكن تمارس على أيام أجدادنا وأسلافنا، ويتناول مثلا حباية صغيرة فيها كل أنواع الفيتامينات، فيتامين سي، فيتامين أي، فيتامين مش عارف إيش، على أيام زمان وين كان في هذه؟ فهذه الحميات الغذائية المختلفة والرياضة والتمارين جعلت لازال رأس الإنسان يزداد ولو بدرجات، لكن الطبيعة مش قادرة أنها to catch up، أن تتوافق مع هذا التغير السريع الذي يحدث بسبب الإنسان، بسبب تفكير الإنسان وتوجه الإنسان الحديث.
ولكن الاكتشاف كانوا يعتقدون أن الحجم هو حجم الرأس أو حجم الدماغ هو السبب في الذكاء. بعد ما اكتشفوا النياندرتال وشافوا أنه رأسه كان أكبر، ولكن من خلال مقارنة الأدوات اللي كان يستخدمها النياندرتال بالأدوات اللي يستخدمها الهوموسيبين، لا الهوموسيبين رغم أن رأسه أصغر قليلا، حجم الدماغ أصغر قليلا، إلا أنه أذكى. نسبة الذكاء عندنا أعلى شوية من نسبة الذكاء عند حجم. بناء على ذلك تستخلص أن الحجم ليس هو السبب، ولكن السبب تسليك، إذا نريد نستخدم هذا المصطلح تسليك الوايرات. إذا تريد تتخيل وايرات داخل مخك مثل الكمبيوتر، شعره مثل أصغر من حجم حبة العدس، طفرة جينية واحدة، طفرة جينية، شريط وراثي واحد، برمجة اختلفت نوعا ما بين الإنسان وبين أخوه الإنسان اللي من فصيلة أخرى، عملت لك تغير جبال بأكملها. يعني هذه الطفرة اللي هي بحجمها سخيف جدا، ولكن هذا الحجم السخيف جعل من الإنسان قدرات وقابليات على التفكير أكبر بكبير مما نتوقع. الدليل الإنسان الصاحي العاقل للأسف شوية حادث بسيط، اختنق ولم يصل الأكسجين بشكل جيد إلى المخ وصار عنده تلف. أنا تكلمت مع واحد من المختصين النيوروساينتست وكنا نتحدث عن الصرع، مشكلة الصرع. يقول لي شيء عجيب يا أخ رياض، وورجاني سكان للمخ الدماغ لواحد طبيعي وسكان لدماغ واحد يعاني من مشكلة الصرع اللي هي بالإنجليزي الأبلبسي. يقول لي أنت بالعين المجردة، فقط بالعين المجردة، هل تشاهد أي اختلاف بيناتهم؟ قلت لا، هذا شبه بعض تماما، ويكون لونه أبيض على فكرة، بالسكان لون الدماغ لونه أبيض. قال لي، جاب مثل العدسة المكبرة، قال لي شوف هذه نقطة بحجم رأس القلم، نقطة صغيرة جدا، نقطة. قال لي هاي النقطة السوداء هي سبب اللي قاعد يعاني منها هذا الشخص بالصرع والأبلبسي، وكاره عيشته وكاره حياته، كل ما يمشي بالشارع فجأة سقط على الأرض وبلتوا شايفين الصرع. هي هاي النقطة الصغيرة التافهة جدا، هي هاي اللي سببت كل هذا الاختلاف بالتوازن عند هذا المسكين، عند هذا الضحية. يعني إذا تشوفون كيف وأنتوا قريبك أو صديقك اللي يعاني من حادث مرور، مثلا حادث مرور بسيط، تشوف شخصيته انقلبت تماما، بطل تعرفه، شخصيته لا تستطيع أن تتحدث معه، لا يستطيع أن يبلع، لا يستطيع يعني كل الشخص اللي كنت تعرفه في السابق تعال شوفه الآن مختلف تماما 180، بسبب تلف بسيط في الدماغ، تلف وخز الإبرة، وهذه تدرس الآن في المختبرات. عندما يكون الإنسان أحياناً يعملوا له فتح في الجمجمة ويكون المخ كله أمامك، وخز بالأبر تشوف الإيد طلعت، تشوفه بلش يضحك، تشوفه صار حزين، كله بس من وخز إبر، كانت تلعب في كرة قدم، العب 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 العب، وخزة من هنا صار ملحد، وخزة من هنا صار مسلم، وخزة من هنا صار يهودي. يعني هذا ما يعني كيف تحللها هذه؟ معناها اذا بوخزه جمعنا هالمسلمين هذول وخزن وخزه الحاديه، خلينا نخلص بقى من هالحروب هاي. ممكن هذا ممكن صحيح، بكره ناخذهم هذول الدواعش، نفتح كل واحد، نفتح القبخ، احنا نسميه القبخ، افتح افتح افتح، تعال جيب الأبر يا سيدي، ها تشهد الشهادتين قبل ما نغيرك انت، الان راح تصير جو ريتشارد دوكنز العرب. بس على طول يحلق اللحية. بس إيه؟ بس أظن رياض، أظن يعني لما تفتح القفاغ هذا ما راح تلاقي دماغ، يعني أنا راح تلاقي جسمه وتقعد تلمع فيها. إيه صحيح. طيب رياض، خلينا نروح للفن، خلينا نبدأ الفن عند الإنسان، كيف بدأ الفن يعني؟ هل وبعدين في هلا
طبعا الفن اللي بنعرفه عن الانسان القديم هو اللي بدات رسوماته بالكهوف، يرسم الحيوانات، اشياء هي. الفن والدين يعني شو علاقتهم ببعض برايك؟ يعني بدأ الفن أول ولا الدين أول، ولا بدأوا مع بعض مثلاً؟ هل الأسئلة هاي تطرح ويجاوبوا عنها من خلال الفن مثلاً بالرسومات هاي؟ تفضل. صحيح، السؤال ممتاز. والفن هو اللي يميز الإنسان عن بقية الكائنات، والجدير بالذكر أن الفن ليس حكراً على الهوموسابين، وهذه أخبار حديثة واكتشافات حديثة لا تتجاوز 20 سنة. في 20 سنة اللي فاتت اكتشفوا أيضا في مناطق إسبانيا حاليا وفي مناطق فرنسا لإنسان النياندرثال. أرجع وأعيد وأذكر، النياندرثال ليس نحن، النياندرثال فصيلة أخرى مختلفة. النياندرثال كان النساء، نساء الإناث، إناث النياندرثال يتحلون بالزينة، تشوفها ماخذة قواقع الصدف ومدخلة من خلالها ما هو يشبه الحبل وتعلقها على صدرها، هذه زينة، قلادة احنا نسميها القلادة. انسان النياندرثال كان عنده، وكانت تضع الميك اب. شو رأيك كيف عرفوا انها تضع الميك اب؟ لانهم وجدوا مثل البودرة، وهذه البودرة الوان مختلفة، لون احمر، لون اخضر. تعلم الانسان النياندرثال يستخلصها من الطبيعة، من الزريعة، من النباتات، من الحيوانات، ويدمج هذه المواد ويعمل منها ألوان مختلفة. وهذه الألوان كان يطبع عيده. شايف أنت لما تروح إلى الأرياف بعض الفلاحين اللي لما يذبح الخروف يحط إيده بالدم ويطبع عيده على جدار البيت، على جدار المنزل، خمسة وخميسة. إحنا نقول لازلنا نقول خمسة وخميسة. هذه الخمسة وخميسة كان يمارسها الإنسان النياندرثال، صدق أو لا تصدق، آلاف السنين قبل أن يظهر الإنسان الحديث. فهم استخلاصا كانوا يمارسون الفن. الفن اللي يميز الإنسان عن بقية الكائن كان موجود ما قبل العصر الحجري وما بعد العصر الحجري، وموجودة في المكسيك حاليا، موجودة في غواتيمالا، موجودة في الأنديز بالأمريكتين قبل استعمار الرجل الأبيض لأراضيهم، إبان عزلتهم الجغرافية. حضارات البابليين، حضارات المصريين، ولو أن البابليين والمصريين كأنما أنت الآن اقتربت جدا، لكن دعني أعود بك إلى الكهوف اللي موجودة لحد اليوم في إسبانيا واللي موجودة في فرنسا. وهذه الرسومات اللي احنا تعودنا وشفناها بالصور، يعني بس أعمل سيرش محرك جوجل وفتش على هذه الكلمة رسومات، بس اكتب رسومات الكهوف مثلا تطلع لك على طول. فترة قبل 70,000 سنة تقريبا، 70,000 سنة، 50,000، ما بين 50,000 70,000 سنة بدأ الإنسان يستخدم الخيال الواسع اللي في رأسه ويرسم لنا هذه أشكال الحيوانات اللي كان يصطادها. وهنالك فرضيات، هل هو يرسم من أجل الفن أم هل كان يقدم احترامه للطبيعة، لأنه هو يعتمد اعتماد كلي على الطبيعة لكي يستمر في الحياة. هذه الحيوانات أصبحت مقدسة. أنا مثلا ساكن في كندا، في كندا عندنا السكان الأصليين اللي احنا نسميهم بين قوسين الهنود الحمر، الهنود الحمر أو السكان الأصليين لأمريكا الشمالية، أيضا يقدسون الطبيعة، يقدسون الحيوان، يقدسون الدب مثلا، هنالك الدببة في الغابة، يقدسون السلحفات، يقدسون كائنات غريبة أخرى، والنسر، لأن يعني عندهم أيضا النسر اللي أصبح اليوم رمز للولايات المتحدة، يضعون شكل النسر مثلا. هذا النسر داخل في النحت وداخل في الأشكال والرسومات والفن التي تعود إلى آلاف السنين قبل وصول الرجل الأبيض إلى أمريكا الشمالية. فهذه كلها افتراضيات بالنسبة للإنسان القديم، هل هو كان يعبد هذه، وأن هل هي لها دخل بالدين أم ليس لها دخلا بالدين؟ لا نعلم، لأن هي فقط رسومات، ما تعرف ما هو المقصد وما هو الغرض من ورائها. وأقدم منحوتة نحت، على يعني صخرة ومنحوتة، هذه الصخرة
على شكلها أنثوي، شكل هذه الصخرة أنثوي مثل الصنم، خلينا نسميها صنم، طولها 6 إنش، 6 أو 7 إنش، ويعتقد أنها ترمز إلى إله الخصب أو آلهة الإخصاب، يعني يريد يتكاثر ويريد يتناسل ويريد يكون عنده نسل، فيقعد يتعبد ويصلي لإلهة الخصب. طب كم عمرها هذه؟ عمرها 40,000 سنة، وهذه أقدم ما اكتشف لحد الآن الإنسان الحديث. رموز هاي نسميها الرموز الدينية، الرموز الدينية. صدق أو لا تصدق أيها المجتمع الذكوري، يا من تضع الذكر دائما في الدرجة الأولى والأنثى في الدرجة الثانية، أن أول إله عبد لحد ما اكتشفنا لحد الآن إلهة وليست إله، أنثى وليست ذكر، شو رأيك؟ وهذا الكلام يعود إلى متى؟ يعود إلى 40,000 سنة. موجودة الصور وموجودة المقالات وموجودة هذه البحوث على الإنترنت بكبسة الزر، ليس كلام عندي. تفضل أخ جان. طبعا أنا بس بدي أنوه أصدقائي أنه بعد شوي راح أفتح السكايب وياريت مناقشاتكم. على كل حال نحن أخي رياض أسئلتنا يعني لهالحلقة هي تقريبا خلصت نهائيا، بس في سؤال أظن واحد بقيان، يعني علاقة الدين بالفن، برأيك أنت كيف بدأت؟ شو العلاقة بيناتهم أصلا؟ يعني الإنسان الفنان لما طلع لما بدأ الإبداعات هاي أكيد في نفس المرحلة هاي كان عنده التساؤلات، مين أنا ومنين جاي أنا، هل أسئلة الوجودية هاي برأيك في علاقة بين الفن والدين؟ هو في علاقة، أنا أعتقد أنه هي موروث أولاً، هذا الموروث استمر. يعني أنت ما تعتقد أنه الفن الذي نشاهده من بقايا آثار تعتبر أحدث الآن نحو البابليين والسومريين ووادي النيل الفراعنة فجأة ومن لا شيء بين يوم وليلة؟ لا، هو موروث. نحن بفضل اللغة، وهذا موضوع آخر، موضوع اللغة واللينغويستكس، يعجبني دائما عندما تريد تدرس عن اللغات أنا أنصحك بقراءة مؤلفات ومقالات الباحث الجليل المعروف أعتقد على مستوى العالم كله اللي هو نوام تشومسكي. نوام تشومسكي معروف، وهو أيضا يتحدث في السياسة. ابتدأ الإنسان أن يعبر عن مشاعره، كيف يعبر عن مشاعره وكيف يعبر عن ما هو في ذهنه؟ من خلال الفن. الفن أيضا يجسد طبيعة الإنسان، يحب الأشياء الملموسة. دائما الحواس الخمسة تلعب دور كبير بالإنسان عن مجرد التفكير، عن مجرد المنطق، يحب يمسك. فهذه الآن أصبحت صور مجسمة. إحنا ليش أنا وإنت؟ واحنا ورثناها بالدي ان اي، ورثناها من اجدادنا. نروح على متحف اليوم تشوف هذه اللوحات الضخمه الجميله جدا، بيكاسو ودافنشي، وتقعد يمكن انا من واحد من الناس استطيع ان اقف امام اللوحه ربع ساعه الى نص ساعه اتامل فيها، لانها تعكس اشياء موجوده ايضا في ذهني وريزونيت، يعني انت تتلاقى الافكار وتتلاقى، لانه نحن كبشر اشياء كثيرة جدا تجمعنا بيني وبينك، احنا بالاخير احنا انسان بشر. فالفن هنا ابتدى يعبر عن مخاوف الانسان، امال الانسان، احلام الانسان، ادراك الانسان. والفن هذا الفن يعبر عن هذه الامور كلها، وتشوف كيف الفن ايضا قاعد يتطور. بدايات بسيطة، حيوانات واشكال حيوانات مرسومة على جدار الكهوف قبل 70,000 سنة، هذا يدل على أن الأفكار الحديثة نبعت من القدم وكانت قطعتان من الفن التجريدي قد تم العثور عليهما بالكهوف جنوب شاطئ كيب تاون المطل على المحيط الهندي في جنوب أفريقيا، عبارة عن قطعتين من حجارة المغرة أكسيد الحديد. أنا قاعد أقرأ هنا من مقال طبعا. وقد سبق وأن وفد الفن التجريدي لفرنسا من أوروبا وآسيا بالعصر الحجري قبل 35,000 سنة. احنا نريد نشوف العلاقة اللي موجودة بين الفن والدين.
تعرف أن الإنسان البدائي، الإنسان القديم، سمع البرق وخاف من هذا الصوت العالي. هل يا ترى الآلهة زعلانة مني؟ هل أنا فعلت شيء يزعل الآلهة؟ هذا البرق المخيف، هذا الصوت، هذه الصعقة الكهربائية اللي ممكن تحرق غابة كاملة وتشوف النيران تشب فجأة، لأنه بعده لم يصل إلى مرحلة المعالجة المنطقية والتجريبية والعلوم. هو العلوم ابتدأت مع غاليليو وكوبرنيكوس، وهذه لم تتجاوز 500 سنة فقط. يعني أنت الآن تتحدث عن قبل آلاف السنين، طبعاً لا زالوا في هذا التفكير البدائي. وللأسف الشديد يا جان، ولحد اليوم وفي دولنا، كأنما هذا الإنسان القديم بعده موجود، ما راح، لسه موجود. للأسف الشديد يا أخي، للأسف الشديد، ونشوف من المصادر كل يوم يعني. طيب، معنا اتصال من الأخ جان. تفضل أخي جان. اسمعك بس عني صوتك شوي كمان للنظرة. مش سامع. شكرا كثير لك اسفين الرياض، اسفين كثير، انا بعرف الصوت مو مسموع عندك، بس اظن الصوت كان طبيعي هون، والاخ جانو بس كان على البلكونه ما بقدر عندي صوت. سمعنا الرياض. انا عندي مشكله في الصوت اخ جان، يمكن لازم افصل وارجع اتصل وتتصل. انت سامعني هلا؟ مش سامع. لا مش سامع. اتصل ورجع اتصل. اوكي. الاخ طبعا الاخ جانو كان عم بيقول انه الاسباب الانقراض اللي عند الرجال وبسبب العصر الجليدي. على كل حال الاخ رياض راح يحكي لنا عن العصر الجليدي، والاخ جانو بعث لك رابطين مشان الدوكيومنتري الوثائقيات بهذا الخصوص. هذا يا ريت تبعت لنا ونشرهم تحت الصفحه يعني. طيب اخي رياض، في سؤال بصراحه من اخ اسمه عمر.
عم بيقول تحية للأخ رياض والأخ جان، ممكن أسألكم ما مدى قوة السجل المحفوري والادعاءات أن الحفريات غير صالحة لعمل تحاليل كحفرية المهندرتال التي تم تحليل عينتين فقط لكشف صلته بالإنسان؟ أنت معي أخ رياض؟ لا بس دقيقة واحدة، أظن الأخ رياض راح، ما في مشكلة. على كل حال هو بده يعمل ريستارت للكمبيوتر، فما في أي مشكلة. هي بس يجي الأخ رياض طبعا أكيد راح نرد على السؤال هذا. أنا بس بدي كنت عم بحكي مع الأخ رياض إنه نعمل حلقات تانية غير التطور بصراحة، نعمل حلقات تعليقية شوي، لأنه هو بصراحة يعني عنده موهبة التعليق على الظروف، على صور معينة، على أشخاص معينة، عنده موهبة رائعة. فأنا أتمنى نسوي حلقات معه جاية بهالخصوص. هذا بيكون حلقات نستفيد منها كلها طبعا، هو الهدف الأساسي إنه نستفيد من المعلومة، حتى من السخرية إذا استخدمناها نستفيد منها. طبعا أنا نسيت كمان أن أسأل موضوع المناظرات. بصراحة يعني نحن طرحنا موضوع المناظرات ولسه مستنيين من أصدقائنا المؤمنين أحد يناظر. يعني في القديم كان خصوصا في صدور الإسلام وبما يسمى الفتوحات الإسلامية والغزوات الإسلامية، كانوا يقولون هل من مبارز؟ فنحن نقول لكم يا مسلمين، هل من مناظر؟ لأنه موازين القوى اختلفت طبعا. القوى كانت قوى جسدية، تعتمد الإنسان كان يعتمد على القوى الجسدية في العصور القابلة، لكن في هذا الوقت هذا أنا متأكد أنه الإنسان يعتمد على قواه العقلية، والعقل هو السيد الموقف بهالعصر هذا. فنحن نقول هل من مناظر وليس هل من مبارز. وأنا أتمنى أصدقائنا المسلمين يتشجعوا ويتقدموا، ويعني يا ريت يكون من أعلى مستويات الشيوخ ينظرون اللي إثبات دينهم دين الحق. يعني لازم نصل لمرحلة الحوار. أنا كثير خصوصا هالوقت هذا بدأت مرحلة الحوار. نحن مثل ما بقول الملحدين طلعنا وكشفنا عن حالنا وصارت الناس تعرف مين من الملحدين. يعني خصوصا خلينا نقول على مستوى الفيسبوك، على مستوى الانترنت، وطرحنا الافكار. يعني اغلب المتابعين للملحدين بيعرفوا افكار الملحدين وشو انتقاداتهم للدين. واكيد يعني اذا دينكم دين حق لازم يكون عندكم الحجج والاثباتات انه دينكم دين حق. أتمنى أن يطلعوا شيوخنا ويتفضلوا ينظرونا، يعني من السلفية، من الصوفية، من الشيعة، من العلوية، ما عندنا مشكلة نهائية. يعني وطبعا المسيحيين ما نحكي عليهم لأن المسيحيين بنسبة قليلة. يعني نتمنى حتى من المسيحيين يتفضلوا، يعني يتفضلوا ينظرونا إذا كان عندكم حجة كافية وخرج ضوء في سبيل في وجه الفكر الحاد، وفي وجه العلم. خلينا نقول يعني الفكر الحاد هو يعتمد على العلم لا اكثر ولا اقل. فبتمنى من اصدقائنا انه يعني يتشجعوا ويتفضلوا على على ساحه المبارزه، على ساحه النقاش الواعي، حتى نشوف مين فينا الصح والغلط. يعني دينك هو الصح لا يحتمل الغلط، تعال فهمنا ليش، عسى ولعل نقتنع ويجيك ثواب. يعني اذا مثلا انا اسلمت على ايدك فلك ثواب واجر، يعني مثل ما بنعرف كذا ان انا صار لك ثواب واجر عند الله، فتدخل الجنه وتاخذ عدد كافي من الحريات وانهار الخمر، يعني بتنسى كرام الى الابد. يعني تستاهل انك تتقدم وتشجع وتدافع عن الدين هذا اللي وعدك بكل هالخيرات اي يوم القيامه. على كل حال انا بدي اشوف بعض التعليقات الجايه اذا في عندنا تعليقات جديده.
طيب في أخبار الدكان عم بيقول أنا أتحداك يا جان ويا سجاح، مين هذا السجاح؟ أنا لا أعرف الأخ طبعا شجاع، بلكي قصده سجاح، سجاح وشجاع في مختلف طبعا بفيديوهات فقط لأن علمي ومكانتي أكبر منكم. لا خلي فيديوهاتك على قلبك وما في حدا أكبر منا، كلنا متساويين. هذا الكلام عيب أصلا تحكي، وشو ما كانت مكانتك إن كنتك رجل منتخب رجل وبدين الحق تفضل نظرنا، إذا كان عندك الحجة والدليل القاطعين تعال نظرنا، ومكانتي أكبر منكم، قص فيك في مكانتك في مكان أكبر شيخ عنكم. من القضاوي إلى الحيواني إلى الزهري إلى كل قص فيكم واحد واحد، نبيكم ما نسألين عنه، فأنت عم تقول لي مكانتك ما مكانتك، عيب عليك تتحدث بهاللغة التافهة هاي اللي ما تعبر غير عن مستواك الثقافي، مستوى دينك الفشوش للأسف الشديد. على كل حال إذا بدك تناظر وكانك رجل تفضل ناظرنا، وهل هالألفاظ هاي ما بدنا إياها؟ نحن متساويين، نحن كلياتنا بشر، وعيب هالألفاظ هاي. أنت لا تسوق الشيء، أنت مؤمن بالخرافة، أنت تؤمن إنه الجحش بيطير، وجاي عم تقول لي من كان أكبر، أنت مؤمن بالجحش الطائر يا أخي، أنت مؤمن إنه الصخرة الحجرة هاي بتطلع ناقة، وجاي عم تقول لي مكانتي أكبر، على شو مكانتك أكبر؟ على شو؟ على هالجحشة اللي شايفينها ببلادنا وهالحروب الطاحنة هاي، على شو مكانتك أكبر يعني؟ على شو مكانتك أكبر؟ على القتل والإرهاب وكل هالتخلف هاي، على الشتائم اللي ما تنزل من لسانكم، وأموالهم بريكم يعني. مكانتك أكبر، على شو مكانتك أكبر؟ على كل إذا شايف خلي فيديوهاتك على قلبك وخليك بمكانك وخليك بتعليقات مثل الأطفال الصغار، اشتغل ومشي. على كل الأخ رياض إجا ورجع راح، فبتمنى الأخ رياض رجعنا بسرعة يعني. عم بيقول لي لا زال عندي مشكلة، طيب بكتب له حاول ياسين يا أصدقائي على الأفضل هذا. راح يكون معنا قريبا يعني بشكل قريب. طبعا أصدقائي في كمان الأخ جفان أظن، تفضل أخي جفان إذا بدك تحكي ضروري أهلا وسهلا، ما بعرف ضروري على الخاص ولا ضروري ما بعرف شو ضروري. على كل حال بس تخلص حتى أنا أكيد بعذر لك جفان. الأخ عم يقول لوسام إذا باد ستوري، أنا آسف كثير على طبعا الأخ دانيال، تحية لك صديقي جامد وصديق رياض، بيطرح سؤال ما موقف صديقنا رياض من الملحد المعتدل الذي يدعو للتساهل واحترام الطرف الآخر الهادر للدم والمستبيح واللي دمائنا وأعراضنا. طبعا الاخ دانيال، بس يرجع الاخ رياض اكيد رح اساله السؤال هذا. وفي الاخ خيصر، هل باب الالحاد لا يغلق؟ طبعا باب الالحاد لا يغلق. ورجع الاخ خيصر، لازم لا اله الا القيوم النيوم، هو نائم، صدقني يا خيصر هو الإله نائم وليس قيوم، لو كان قيوم لشاهد كل هالذبح وهالمجازر وهالحروب هاي وهالأطفال تقتل، لو كان قيوما أقل شيء كان تدخل وما خلى هالعذابات هاي، عذابات الأمهات وحرقة القلوب والتشرد هذا اللي شايفينه، هذا كله من ربك القيوم.
للأسف الشديد لا أظن أنه قيوم، يعني أظن أنه يعني نائم نوم عميق. يعني أشوف الأخ رياض أظن في عنده مشكلة، ما أسف أصدقائي على المشكلة. يعني طيب الأخ رياض راح، أخ رياض جربت اني اتصل من ديفرنت كمبيوتر ثاني عندي، بس عندي خشه لما اتكلم مع الميكروفون ما بسمع صوت بشكل غلط للاسف. يمكن في مشكله مع الابلكيشن جوجل هانجر. طيب ولا يهمك ولا يهمك، خليك معنا. هي بدك تطلع صوتك، انا بطلع صوتك سري للاصدقاء، اذا طلع صوتك بكون افضل. أنا راح أسألك سؤال وتجاوبنا على السؤال هذا من الأصدقاء الجانب. في الأخ دانيال عم بيقول تحية لك صديق جانب الصديق رياض، أريد أطرح سؤال، ما موقف صديقنا رياض من الملحد المعتدل الذي يدعو للتساهل واحترام الطرف الآخر الهادف لدمائنا والمستبيح لدمائنا وأعراضنا، يعني اللي نستحي لا لا. فشو رأيك أنت؟ تفضل. ما استباحة الدماء من أي طرف كان، من أي شخصية، من أي سياسة، من أي فرقة، والفضل أفضل لأنها تتعارض مع الفطرة الإنسانية السليمة ومع العقل السليم الراجح، ونحن أن الفضل أفضل يعني هذه النشرية مفروض من أي شخص كان، سواء كان ملحد أو سواء كان متدين أو سواء كان نشوف من على سطح القمر. أي شيء يذهب بالأرواح وأي شيء يتسبب في الخراب والدمار والبلاوي السوداء والحزن الشديد على شنو؟ على الألم فاضي. أنا أفضل أفضل معرفة، يعني أنا أتوقع مني أن أعيد مثلا مدرسة. يعني شو رأيك؟ صراحة يعني أنا أخي رياض، أنا الملحد المعتدل هذا يعني ما بعرف، يعني هو المسلم المعتدل مصيبتان في قارورة واحدة مثل ما بقول. ف إذا في عندك تعليق على أنا ما يعني ما يعني هم مفكرين يعني أنا كنت ملحد راح أكون متحيز لأي فكرة يطرحها أي حتى بالعكس. الملاحدة ليس هو الميزان انتمائك وانتماءاتك، وإنما الميزان هو العقل، الميزان هو الضمير. أنت ضميرك يعني تفكيرك الراجع، تفكيرك السليم وتربيتك الخاص. أنا تربيتي وعقلي وتفكيري يرفض أفضل مادة. يعني خلينا أعطيك يا ابن شبح، إذا الله نفسه كان موجود ونزل وقال لي أروح أدخل السيف وأنا أعطيك مطلق الصلاحية، قتل الجيران وقتل الناس والبشر بحجة كذا وكذا، راح تنقص فيك وقص. ما يعني أنا على نفسي أرفض، يعني هذا هو، أنا هكذا، أنا هو هكذا. بكل تأكيد أخي رياض، يعني العقل هو الأساس، هو ممكن يعني مثل ما قلت الميزان اللي نعتمد عليه. يعني تربيتك تصل شخصيتك، وهذه التربية مبنية على أسس احترام الغير واحترام نفسك، هي هذا الأساس. بالإنجليزي يسمونها golden rule: treat others as you wish others to treat you، يعني عامل الغير مثل ما تحب أن الغير يعاملك. هذه في حالة الإنسان العاقل، في حالة الإنسان يحترم نفسه، بمعنى في ناس حتى ما تعرف شنو يعني يحترم نفسه، الاحترام ما يحبه. فتحترم نفسك، يعني تعيش بشكل تتعايش، يعني تكون مسالم مع نفسك مع الآخرين مع قبائلك. يستحيل على هذا الشخص مهما كان هذا الشخص أنه يفكر في الأذية، أذية الغير. هي حتى الحيوانات والكائنات اللي دون على الإنسان، ما تشوف الأسد يهجم على الأسد بس مجرد أنه هو يحب يهجم على الأسد، لأن عاشت الفكرة
فيها إنسان راقي، فيها عقلانية، هذا اللي يميز الإنسان عن الحيوان. إذا أنا أرفض أن أكون إنسان أهلية للغير، بس يعني هذا كلام فاضي، هذا أنا أتكلم ذيح وأرفض شيء أكيد ما أستنكر. طيب معنا اتصال من الأخ سلطان، تفضل أخ سلطان. الأخ سلطان؟ طيب أظن الأخ سلطان موجود معنا. طيب على كل، خلينا نروح نشوف الأسئلة. طيب قبل ما نروح الأسئلة الثانية أخي رياض، حدثنا عن العصر الجليدي. يعني الأخ جعل العصر الجليدي أحد أسباب انقلاب الإنسان الأندرتالي. فبيعرف حدثنا عن العصر الجليدي، إيه ما صار، شو كان أهم الأسباب اللي صارت في العصر الجليدي، وشو تأثيره على الإنسان. التهابات اللي عندك في الأسنان أو في، لكن صدق ولا تصدق هذه كانت احتمال
الخلفيات عندما تعود للزمن الأربعينات، الخمسينات، الستينات، التسعينات بسبب تسوس الأسنان، صدق أو لا تصدق، يموتون بسبب الولادة وعسر الولادة، ولا زالت موجودة لحد اليوم. وانتشار الأمراض والأوبئة بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة، كما أخبرت الأخشاب قبل قليل، وصل الحال بهم من الجوع إلى الكانيباليزم، أي أن الإنسان يأكل أخو الإنسان بس حتى يعيش. لهذه الدرجة وصلت. بعدين إجا الإنسان الحديث من أفريقيا، والإنسان الحديث أصبح يعني ينافس النياندرتال على الصيد. وطبعا الإنسان الحديث نسبة الذكاء عنده أعلى، كانت الأدوات المصنعة عند الإنسان الحديث تتفوق بالتكنولوجيا، على الأدوات اللي كان يصنعها النياندرتال المسكين. وبعدين صار في تزاوج، التزاوج بالجينات الوراثية تتفوق للإنسان الحديث على الإنسان النياندرتال. ضيف هذه كلها المسببات بالإضافة إلى مسببات أخرى لا زلنا نجهلها، لأن العلم لا زال يبحث في هذه الخصوصية. توصلنا إلى اضطراب النياندرتال، آخر واحد رأينا بقايا الآثار تعود إلى 40,000 سنة، هذا آخر استكشاف في بقايا إنسان النياندرتال تعود، وكانوا موجودين على فكرة في فلسطين وفي سوريا وفي الشرق الأوسط، just to let you know، موجودين في فرص يعني الآثار النياندرتال موجودة في الشرق الأوسط، لذلك حتى إنسان الشرق الأوسط يعني أنا متأكد إذا أخذوا مني أنا عينة وفحصوها راح يشوفون في نسبة 3% تطابق مع النياندرتال. ولا عاوز برب الفلق، معناه انت من الاصناف الاخرى من البشر. عشان كده انا راسي كبير شوي. طيب اكيد حل اظن في الاخ، طيب ما في اظن في الاخ دانيال اي شيء. على كل السؤال الأخير، طيب جانا شيء ثاني من دانيال. السلطان، السلطان أنا آسف يعني عم بيقول لي مرحبا أخ جان، عذرا لقد تفاجأت لم أكن أعرف أنكم تقومون بتسجيل حلقة على الهواء، رغم أنني قمت قبل قليل بإلقاء نظرة على موقعكم على اليوتيوب ولم أجد ما يدل على ذلك. عموما كان ودي محادثتك شخصيا. على كل حال بشكل محادثة شخصي أنا ممكن أتصل فيك أخ سلطان بعد الحلقة هاي ولا يهمك. طيب عندي سؤال أخير أخي رياض ونختم الحلقة، لأنه التكنولوجيا اليوم ما ساعدتنا، جوجل يظهر صاحبنا جوجل استجاب لدعاء أصدقائنا الصلاعنة، فماذا أخذنا بهذا الموضوع هذا؟ سؤال أخير بس بدي أسألك، برأيك كيف تشكلت ألوان البشر وقوميتهم؟ شو الأسباب اللي أثرت في تشكيل ألوان البشر والقوميات والتفرقة اللي شايفينها؟ للأسف في الوقت الحديث وعرض العنصر، وش يسمونها العنصرية، العنصرية وخصوصا نضرب مثل النازية، النازية اللي موجودة في ألمانيا وحتى اللي موجودة في إنجلترا، هناك نازية. هؤلاء النازيين يكشفون عن هوياتهم عندما تشوف مباراة كرة قدم لإنجلترا مع أي فريق من الفرق الأوروبية، وبالأخص فريق ألمانيا، عندما يجتمع فريق ألمانيا مع فريق إنجلترا تشوف الهوليغنز، هؤلاء الهوليغنز المخربين الإنجليزي يطلعون للشوارع ويعملون إشارات الانتصار وإشارات أن نحن أحسن ناس وإحنا أجدع ناس وأنتم كلكم، يعني تعرف هذه الطبقة العنصرية اللي موجودة في طوائف كثيرة. رغم الاختلاف، رغم الإنسان الزنجي أو الإنسان القوقازي أو الإنسان الآسيوي، إلا أن نسبة الاختلاف بيننا لا تكاد تكون لا تتجاوز 1% فقط، 1 يعني 99.5%. نحن متشابهين فيما بيننا مثل الإخوة تماما، يعني وحدة الإنسانية البشرية حول العالم. تستغرب، أنت تستغرب، يقول بس هذا شكله يختلف، هذا شكله مثلا صيني، هذا شكله عربي، هذا شكله أفريقي، معقولة هو الجينات الوراثية؟ وهذا تذكر في موضوع ليش الإنسان متقوم بالذكاء، أنا قلت لك هي طفرة جينية صغيرة تكاد لا تتعدى 100%، طبعا كل شيء
يسموها الأسبرغس. هذا الأسبرغس يعود إلى تسليك، التي تستخدم هذه العبارة وهذا اللفظ، تسليك الدماغ. يعني شوية منطقة من مناطق الدماغ مختلفة عن بقية البشر، هذه تسبب في نسبة ارتفاع حاد الذكاء، ارتفاع حاد الذكاء في الرياضيات والفيزياء. يعني هذا أنا أعتبره نعمة، هم يعتبرونها مرض بس أنا أسميها نعمة. فنفس الشيء بالنسبة لما تقيس وقس على ذلك خليجا، تمام اختي رياض. على كل حال انا يعني وصلنا لنهايه الحلقه اصدقائي، وانا بدي اكثر تعليق للاخ رياض وبعدين نختم الحلقه. طبعا في الاخ وائل مثل ما كنت موجود انت عم يعني بيقول، بس بدي اشوف التعليق وين صار. بس ممكن بدي اقول شغله تعقيبا قبل ما انسى اخ جعفر. تفضل. البيئه طبعا تلعب ظرف. شوف احنا كمثال الاكراد في شمال العراق في اقليم كردستان، بتشوف البنيه تختلف نوعا ما عن بنيه اللي عايشين في المناطق الجنوبيه مثلا. تشوف شخص يكون طويل اكثر، شخص يكون قصير القامه اكثر، يكون شخص صوته مرتفع. يقول هذا صوت المغني او المطرب، صوت جرحي. تعرف سكان الجبال صوتهم جدا عالي لانهم معتادين على هذا الشيء. هذه التغذيه ايضا تلعب دور كبير. في ناس عايشين على الحياه البحريه، خصوصا اللي ساكنين في الجزر، يعتمدون على الاسماك، يعتمدون على الاعشاب البحريه. نحن مثلا اتكلم عن بغداد، يوم طاقيه اليوم على فيها مسوين باميه ورز، مسوين لوبيا ورز ورز، مسوي تثريب تشريب. هذه حتى الوجبات الغذائيه تلعب دور في صقل شكل الانسان، لون البشره متعلقه شيء اكيد. انت شويه روح على البحر اليوم تحت الشمس، ترجع للبيت الناس بتعرفك، انت منو، انت اسمك عبدو؟ لا انا مش عبدو، انا جان، بس شويه الشمس يعني خلت يعني طلع شكلي اسمراني زايد على الزم، صار شويه لون اسمر. لكن احنا على مدى الاف السنين، اذا انت تعيش تحت الشمس لمده 10,000 سنه، جيل بعد جيل بعد جيل بعد جيل، وشخص اخر يعيش في منطقه بارده، منطقه جليديه مثل كندا او مثل السويد او شمال اوروبا، حيث تقل نسبه الشمس. هناك يسموها البيجمنتيشن اوف ذا سكين، هذه الخلايا تحت الجلد هي المسؤوله عن اللون البشره، وهذه الخلايا تتاثر بالشمس. اذا انت جيل بعد جيل بعد جيل حسب الظروف المناخيه راح تتسبب في اختلاف في لون البشرة جيئتي، صح ولا لا؟ بكل تأكيد. هذه كلها تلعب في اختلاف الأشكال عند البشر جيئتي. بكل تأكيد أخي رياض. طيب في تعليق بصراحة يعني أنا قريته قبل ما كنت موجود عند أخي رياض، عم يقول أنا تحداك يا جان ويا سجاح ويا شجاع بفيديوهات فقط. يعني هو عم يتحدانا بفيديوهات فقط، يعني حتى جارتنا ممكن نسجل فيديوهات وتبعت، يعني شو الفكره؟ فعم يقول انا اتحداك بفيديوهات فقط لان علمي ومكانتي اكبر منكم. علم الاخ ومكانته اكبر مننا، يعني علمه هذا الجحش الطائر وبول البعير اكبر مننا. فشو رايك بهالمنطق هذا بهالمنطق؟ تفضل. يعني حكي بها الكلمة تحدي، هذه الكلمة فكرها ما يقشعر جسدي لما واحد يقول لي أتحداك. هذه طبيعة جدا جدا شرقية. لما سافرت إلى بلاد برا بالإنجليزي، المرادف في اللغة الإنجليزية تشالنج، يعني يقول لك واحد I challenge you يعني أتحدى. بطلت أسمع كلمة تحدي، وهذه أصبحت كأنما تصرفات صبيانية. لما كنا أطفال نعمل مسابقة دراجات الهوائية، أنا بتحداك رح أسبقك، لا أنا رح أسبقك، أنا أحسن منك، لا أنت أحسن. هاي الألعاب اللي كنا نلعبها ونحن أطفال، الآن وبعد أن كبرنا تبعنا هذه التصرفات الصبيانية.
نريد حجج عقلية فقط، ما نريد تحديات، نريد حجج، نريد أنا أعشق العقلانية، أحب العقلانية، يعني هذا ما هو الذي حولني إلى الإلحاد. عندما قرأت كتاب جون دوكنز رضوان الله عليه وحشرنا معه في جنات داروين، كتابه وهم الإله، لما قرأت وهم الإله وضربت مثل بسيط عن اللي كانوا يقولون آنذاك، أنت كيف تتوقع من حبة ريح عاصفة على قطع من الحديد سكرابيار وفجأة تكونت لك الطائرة 747 بوينغ أكل من لا شيء؟ هذه نفس الحجج اللي نسمعها احنا دائما من الصلاحمة والمتدينين. بعدين ريتشارد دوكنز يفسرك اياها بشكل بسيط وعقلاني جدا جدا، قال لك يا اخي هي مراحل وليست كيف كانت بين يوم وليله، هكذا تعمل. انت لا تستطيع ان تقارن الجماد مثل الصخر والحديد بكائن حي مثل، يعني حتى الـ DNA يعتبره حي، كائن يعني يعتبره كائن حي الـ DNA. شنو الـ DNA؟ لا تستطيع رؤيتها الا بالمجهر. الـ RNA مكونات الخليه مستقله، هذه الكروموسومات تتكاثر وتتناسل يعني مثلك، يعني هي هذه المكونات البدائيه للكائن الحي، الكروموسومات، شريط الوراثي، الـ replication of the DNA and RNA and all that stuff. ومع الوقت الشيء الذي يفيد النافع والمستنفع للتكيف مع الطبيعه والتكاثر، هذه الطبيعه، الانتخاب الطبيعي، ومن هنا فكره الانتخاب الطبيعي والاستمراريه وتتطور اكثر شويه شويه. شوف انت صارت في نهايه المطاف 747 بوي. هل هذا التفسير منطقي؟ نعم. هل هذا التفسير عقلاني؟ نعم. لذلك انا هذا اللي حببني العقلانيه، انا احب التحدي. شوف فائده التحدي؟ انا غلبتك وانت غلبتني، شو غلبتني؟ المهم انك تقنع الناس وتقنع نفسك ان كلامك منطقي. اذا كلامك لم يكن منطقي ولم يكن عقلاني وغير مؤيد بالبراهين والادله، ابعد حتى من هنا لبكره الصبح ما راح تقدم ولا راح تاخر شعره. ولا ايه رايك جان؟ والله بصراحه اخي الرياض، يعني انا أتعجب من هيك تفكير، يعني إنه أتحداك، يعني شو تحدي وبعدين، يعني بعد التحدي يعني على شو عم تتحداني أصلا؟ بالضبط، يعني شو على شو عم تتحدى؟ شو عندك تتحدى فيه؟ أصلا تفاصيل، يعني هذا يمكن واحد بطوش صغير مش واقع على الدنيا، مش فاهم مش عم بيحكي، ما في إلا التفسير. إذا قال لك هو دكتور متخرج عمره فوق 30 سنة، يعني مع 800 سنة مثل ما يقولون. بكل تأكيد أخي الرياض، على كل يعني أنا ما بدي أخوض معه كثير بهالموضوع هذا، يعني يتحدانا بشغلي بالحمار الطائر اللي تبع البراق. أنا أكثر شيء يزعجني لما يطلع دكتور أو يدعي الدكتور والناس المساكين، أنا أسف على هؤلاء الذين يذهبون للعلاج عند طبيب مثلا، وهذا الطبيب يكفر أو يؤمن يكفر على أنك مثلا مسيحي ورايح تتعالج عندنا بالمستشفى. طبعا أنت تحت رحمة واحد تفكير داعش، رغم أنه هو على أساس دكتور، بس تفكير داعشي، يعني هو فاهمين؟ وأسف أسف، يعني كيف هو درس طب ودرس مادة محترمة ولكن في نفس في ذات الآن يؤمن بالبلد الطائرة الحصان المجنح، ويؤمن بالجن التي ترجمها النجوم والشب رجوما للشياطين. ما أعرف كيف يجمع بين النقيضين، يعني هو يجمع بين النقيضين شلون؟ ما دخل. هي عقلية الانفصام، طبعا العقلية المنفصلة للأسف الشديد. طيب أخي رياض، أنا بشكرك كثير على الوقت الطيب اللي أعطيتني إياه، ويا ريت كلمة أخيرة إذا تتفضل علينا بالمناسبة. أحب اللي طبعا أول شيء تحية لك ومجهودك الكبير وما تقدمه لنا أفجان، بارك الله في الطبيعة وبارك الله في العقل، ونحن كلنا معك في الحقيقة، نساعدك ونشجعك ونؤيدك، وتحياتي للمشاهدين لأنهم أعطونا من وقتهم الثمين. واعتذر عن الخلل اللي صار بجوجل، بس اصبح عندي خلخشه في الصوت.
الباب وجربت كمبيوتر هذا كمبيوتر ثاني غير عن الكمبيوتر الأول ولم يمشي الحال. فأنا أعتذر وأنصح المشاهدين يعني دائما القراءة والثقافة وهناك كتب كثيرة جدا التي تتحدث عن نشأة الإنسان وأصل الإنسان والسلف المشترك للإنسان والفصائل الأخرى اللي كانت موجودة. إذا تحب القراءة فتحت على جوجل إن كنت تجيد مثلا اللغة الإنجليزية أو تجيد اللغات الأخرى العالمية سوف تجد برامج وثائقية. أبسط شيء الديسكفري شانل ناشونال جيوغرافيك تتكلم كثيرا عن هذه المواضيع المهمة تعرف أصلك وفصلك. ما راح يقول لك هذا محور ما راح يقول لك إن جاء عمل في الأرض الخليفة وهالكلام يعني لا راح تشوف علوم إلى دلائل علوم إلى ثوابت إلى روابط إلى دلائل من المتحجرات من الدي إن إيه من أشياء كثيرة أخرى معقدة. يعني هذا هو نصيحتي وأشكر الأخ جان من جديد مجددا. شكرا لك. أنا بتشكرك كثير أخي رياض وأنا كثير ممنون لهاللقاء هذا الطيب وأكيد لنا لقاءات أخرى أخي رياض وراح نتوسع شوي بمجالات أخرى كمان يعني فأكيد يعني كله حتى نصحي هذا العقل النائم عقل المسلم النائم اللي مفكر حقيقة عنده في الخرافات والترهات الموجودة الكتب الصفراء اللي عنده اللي لا تقدم ولا تؤخر بالعكس تؤخر يعني تؤخر وخرتنا ودبحتنا وشايفين نتائج المأساوية اللي عايشينها نحن وأكبر مأساة من وراء الكتب الصفراء هي اليوم شفنا بالكرادة يعني للأسف الشديد هالتفجيرات هي أمس كان بمطار أتاتورك أو أبو كان يعني وشايفين سوريا والعراق شاعل نار واليمن وليبيا والدور جاي على تونس والسعوديه وغيرها يعني للاسف الشديد للاسف الشديد. شكرا كثير لك اخي رياض وشكرا لك اصدقائي الى اللقاء.